مساكين البحر. يلا يا فرحان صح اخوكي بس بالراحه ولا صوت عشان ما يتفزعش. انتوا ليكوا الشرف يا كلاب ان انتوا اخوات القبطان امين البحر، فاهمين ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ فاهمين؟ انت تتجوزني؟ ده احنا اخوات، ده كانوا بيحمونا في بانيو واحد. اوكي نستعمى في نفس البانيو بس واحنا كبار. ده بقاله 12 سنه في الاكاديميه مش ناوي يتخرج. انت ولد تافه. بطل هتعمل ايه؟ واخد في وشك ورايح فين يا قبطان ماما؟ رفاعي اؤمن قبطان امير البحار تتحرك حالا من المينا. يخرب بيتك يا نور الدين. الحمد لله انا طمنت على بنتي، فينها مع امير. انا كده قلقت عليها اكتر. بحمار ايه دي؟ اسكندرية. ايه؟ اسكندرية. اسكندرية؟ اه والله. امال مالها قلب الغردقة ليه كده؟ خلص البنزين، في حاجة اسمها استغاثة يا طالب. انا اسف يا قبطان. شرايط اللي على الكتاف دي ولا تسلخات؟ الكلام للجميع، انا هنا قبطان المركب، يعني رئيس جمهورية المركب. ايه ده؟ انا زعيم قراصنة والمركب دي احنا خطفناها. معاك امير نور الدين البحر صاحب المركب دي وكل الناس دي في حمايتي. نعم